الخبر يوسف زيدان النبي يعقوب اتخانق مع ربنا وغلبه. قال يوسف زيدان الروائي والمفكر المصري إن النبي محمد، طبعا هو لم يذكر صلى الله عليه وسلم، أن النبي محمد عرض على اليهود الإسلام فرفضوا بسبب النصوص التي توجد لديهم، لأنهم لا يريدون أنبياء خارج إسرائيل. وأضاف زيدان في لقاء مع برنامج كل يوم الذي يقدم عمرو أديب على قناة أون آي ولا أون أي والله ما نعرف، قال إن يعقوب دعي لإسرائيل لأنه غلب ربنا واتخانق معه حسب قوله. اتباطح مع ربنا وغلبه. وبعدين قال لك ما هو لما إجا محمد وبيحكي محمد يعني كأنه هيك يعني يلفظ اسم سيدنا محمد وكأنه قاعد معاه على قهوة في الإسكندرية. هذا يوسف زيدان من الذين يروجون للمشروع الصهيوني الإسرائيلي في المنطقة. هذا اللي يجي قال لك ما فيش شيء اسمه أقصى، وهذا مش إلنا، وهذا لليهود، وهذا للإسرائيليين، وهذا هذا كان مدرس في الإسكندرية يوسف زيدان. وكانت كان عمله الرئيسي إنه هالكم كتاب اللي عامله يعملهم نسخ على طريقة المدرسين المصريين، يطبعها طباعة بدائية ويبيعها الكراريس لطلابه. كان شغلته هيك، بدك تشتري كتاب بتروح على يوسف زيدان حاطط طاولة وكرسي وتدفع له 20 جنيه بيعطيك نسخة. لغاية ما إجا سرق فكرة رواية وعملها، وكان بيشتغل سكرتير في مكتبة الإسكندرية. الفكرة المسروقة لفتت أنظار بعض الناس اللي بيحبوا هذه النوعية من الفانتازيات. هوب يوسف زيدان صار مفكر، المفكر الكبير، المفكر الخطير، المفكر الزمهرير، المفكر العزبرير. وبعدين خطرت في بال زيدان قالت لك ايه، طالما يا عمي ولاد العام الإسرائيليين مبسوطين يبقى خليني ألعب لعبة جائزة نوبل. شو يعني؟ ما هو أي واحد بيشتم في الأمة العربية، بيشكك في القرآن الكريم، بيشكك في التاريخ الإسلامي، على طول بنتبهوله مين؟ الباحثين والنقاد الإسرائيليين، وبرشحوه لجائزة نوبل زي ما عمل ساسون مع نجيب محفوظ. ساسون الناقد الإسرائيلي هو أول من كتب مقالا قال فيه إنه نجيب محفوظ يجب أن يمنح جائزة نوبل للأداب، وفعلا منح جائزة نوبل للأداب. ليش؟ عشان رواية واحدة فقط لا غير من روايات نجيب محفوظ التي شكك فيها في ثوابت الدين الإسلامي. والرواية كانت ممنوعة من البيع والتوزيع في مصر. بعد منح محفوظ نجيب محفوظ جائزة نوبل سمح للرواية بالطباعة في مصر. ساسون أنا كتبت عن هذا الموضوع في سوراقيا، والله أول من لفت النظر إلى هذه الجريمة التي ارتكبت بحق الأدب العربي والثقافة العربية وتورط نجيب محفوظ كان مقال أنا كتبته في مجلة سوراقيا. نجيب ومحفوظ كان عنوان مقالي الذي نشرته في سوراقيا كموضوع غلاف عام 1988، وقلت فيه انه نجيب محفوظ منح جائزة نوبل عشان الرواية اللي كتبها. وكان المقال محفوظ العبراني، ونشرت فيه نص الرسالة اللي كان تبادلها سرا نجيب محفوظ مع ساسون سوميخ الناقد الإسرائيلي، وهذه صورة للرسالة. العملية كانت مرتبة يا حبيبي، العملية عملية منح جائزة نوبل لنجيب محفوظ كانت مرتبة. جائزة نوبل أعطيت لنجيب محفوظ عشان أولاد حارتنا، عشان رواية أولاد حارتنا التي شكك فيها بالثوابت الإسلامية ومنعت من النشر في مصر. وعلى هذا الأساس تم اختياره وترشيحه كما ذكرت مجلة روز اليوسف آنذاك. وأعطيكم بالتاريخ، إذا صح ما ذكرته مجلة روز اليوسف القاهرية في عددها الأخير رقم 3149 من أن جائزة نوبل للآداب قد أعطيت لنجيب محفوظ عن روايته أولاد حارتنا،
التي نشرت مسلسلة في الأهرام عام 1959، ولكن الأزهر حال دون صدورها في كتاب لأنها تدعو إلى ما يسمى بحوار الأديان، والطبعة الموجودة الآن بيروتية ولم تدخل القاهرة إلا في عهد السادات. إذا صح زعم روز اليوسف، وهو زعم نسبته إلى أحد الباحثين السويديين، تكون إسرائيل هي التي فازت بالجائزة. إذن هذا كان مقدمة مقالي. عشان هيك هذا اللي اسمه يوسف زيدان عارف بحكاية نجيب محفوظ، وعارف كيف تصل إلى جائزة نوبل. قال لك أنا ببلش أشكك بالثوابت الإسلامية وفي الدين الإسلامي وفي الأقصى وفي المسجد كذا، بيجيني ناقد إسرائيل على طريقة ساسون، بتصل فيي بكتب عني مقال برشحني للأكاديمية السويدية بصير تبع نوبل. من نشتري قاعد في الإسكندرية ببيع كراريس لتبع نوبل. عرفتوا كيف نوبل تمنح للكتاب والأدباء العرب؟